يحل الليل على أقدم صحراء على وجه الأرض، لكن هذه الليلة مختلفة. تحت درب التبانة لحظة حاسمة على الأعتاب. ستنتهي عشية طويلة قريباً. على مدى 6 أسابيع ليلاً ونهاراً وقف طائران ضخمان لمهمة الحراسة. ترتاح الأنثى الآن بينما يبقى شريكها يقظاً. هل ستجلب أشعة الشمس الإفريقية الدافئة حياة جديدة؟ هل اختارا المكان والوقت المناسبين للنجاح؟ يبدو كذلك. بدأت البيوض التي اعتنى بها زوج النعام كثيرا طوال الليل بالتفقيس. على فراخ النعام بذل الجهد. دون مساعدة من أبويها عليها شق طريقها نحو الحياة. يوم جديد بانتظار عائلة النعام. لقد بدأت مغامرتها للتو. تعد كل إشراقة شمس في إفريقيا بيوم مميز. خلال 24 ساعة القادمة ستواجه الحيوانات العملاقة والصيادة، الكبيرة منها والصغيرة، الحدود القصوى لقارة المتناقضات هذه. إنها تقاتل من أجل البقاء وتعتني بصغارها وتحرص على بقاء الجيل التالي. كل يوم في إفريقيا هو مغامرتها الخاصة من الصباح حتى الليل. لا يزال هواء الصباح الباكر للصحراء رائعا ومنعشا. وفراخ النعام حديثة الفقس تقف بالفعل. بالكاد خرجت من بيوضها، لكنها مستعدة لمغادرة عشها. مستعدة لاتباع أبويها في رحلة رائعة. إنها أول جولة لها نحو السهول القاحلة القديمة في صحراء ناميب. لقد تعرف عليهم الجيران. الكثير من الطاقة في وقت مبكر من اليوم. الابتعاد أفضل للمراقبة من مقعد دفأته أشعة الشمس بالقدر المناسب تماما. وعندما يدفع السرقاط بشكل كاف يمكن أن يبدأ اليوم على نحو جيد. بالتنظيف والإفطار. لكن أين هو؟ ربما هناك تحضير لرحلة استكشافية. ليس للجميع، إذ يجب الاعتناء بصغار السرقات. أوكلت العشيرة مهمة مجالسة الجراء المراهق. تستعرض الجراء قدرتها على الوقوف كسرقات بالغ، ويتجاهلها المراهق، فهو يريد أن يكون في الخارج هناك. لكن الجراء ليست في عمر الصيد.
يجب أن تعود الأسرة قريباً. حتى الجراء أصيبت بالملل، حان وقت الفوضى. في الوقت المناسب تماماً عادت الصيادة، وحصل الجميع على حريته. تعيش حيوانات السرقاط في موطنها الحار والجاف في ناميب، لكن خلف الأفق ثمة إفريقيا أخرى. على ارتفاع أكثر من 5000 متر نحو السحب، تخترق قمم جبال كينيا سماء الصباح. هذه إفريقيا الأخرى. يكسو الثلج خط الاستواء طوال العام، ينمو نوع واحد من النبات في درجات الحرارة المتجمدة، القريض العملاق، وتوجد بعض أنواع القريض هنا فقط. في هذه الأرض الاستوائية الشبيهة بالألب، يحل الشتاء ليلاً والصيف نهاراً. عند ظهور الشمس تظهر حيوانات الوبر الصخري كذلك، وهي منتشرة في أنحاء إفريقيا، ولتبقى على قيد الحياة هنا فإنها بحاجة لغطاء شتوي سميك. إنها كبيرة جداً أيضاً، تكيف آخر مع البرد القارس. يبدو التشمس أسلوباً كسولاً لبدء اليوم، إلا أن حيوانات الوبر الصخري تحتاج للإحماء، إذ تنخفض درجات حرارة جسمها طوال الليل 4 درجات مئوية. ليس ذلك الأمر الغريب الوحيد بشأن هذه المخلوقات الصغيرة اللطيفة، إذ تعتبر الفيلة وأبقار البحر أوثق أقاربها، وأقدامها شبيهة بأقدام الفيلة. ولكم حرية التصديق في هذا، إذ يوجد داخل ذلك الفم المطبق أنياب صغيرة. ليس لحيوانات الوبر الصخري العديد من الأعداء هنا في الجبال، ومع ذلك تبقى متأهبة. قد تختطف الطيور كالصقر المنذر الحيوانات الصغيرة، لكن لدى هذا الوبر الصخري البالغ القليل ليخشاه. يزداد دفء الشمس، تبدأ الفنانة سريعة التلون يومها ببطء. تستمتع الحرباء مخططة الجانب بهواء الجبل، لكن كجميع الزواحف فإنها تعتمد على شمس الصباح لتدفع بدء عملية الأيض، والامتصاص أكبر قدر تتحول الحرباء إلى اللون الداكن. ثمة رفيق في المرحلة الخضراء، ليست زواحف الحرباء مخططة الجانب متلونات موهوبة فقط، بل إنها أيضا متكيفة بشكل جيد للغاية مع حياة مناخ جبل كينيا القاسي. وعلى عكس معظم الزواحف التي تبيض، فهي تلد صغارها. أسفل الجبل يبحث عصفور نشيط عن الرحيق في أزهار اللوبيليا. يمكن أن يصل المنقار المقوس الطويل لطائر التمير إلى أعماق تجاويف هذه الأزهار، فعندما يطير من نبتة لأخرى يصبح طائر التمير ملاحقا عرضيا. تتلاشى سحب الصباح فوق القمم الفسيحة. يعتبر جبل كينيا ثاني أعلى قمة في إفريقيا بعد كلمنجارو. عند سفوح الجبال ثمة عالم آخر، الغابات المطيرة الاستوائية الرطبة. لقد وصل ضوء النهار للتو أرض الغابة، غير أن جيشا كاملا من إناث النمل الزحاف ناشط بالفعل وعائد إلى مستعمرته، وفي طريقه يمسك بأي شيء حي لا يتمكن من الهرب. تعد الديدان ويرقات الحشرات صيدا سهلا، حتى الحيوانات ذات الأرجل القوية الكافية للهرب تهزم بسهولة من قبل الجنود. يعد من قاطني أرض الغابة الصغار، ومع ذلك يلعب النمل دورا رئيسيا في مكافحة الآفات والتخلص من الجيف وكفريسة للحيوانات الأخرى في الغابة المطيرة.
يستمر جيش النمل الزحاف في مسيره نحو الوطن محاطا بالجنود. إنه يحمي العائلات ببسالة من الهجوم بفكوك سفلية مخيفة. إلا أن سلامة الملكة هي الأهم، فبالعودة إلى المستعمرة نجدها مخفية تماما بواسطة العاملات، حيث تشكل مئات الآلاف منها حاجزا هائلا ملويا في تجمع قد يكون بقوة كائنات إفريقيا الأكثر تأثيرا. الفيلة لا يزال اليوم في بدايته وهي في مرحلة بحث لتروي ظمأها. وجهتها هي مشارة شمال ناميبيا، وهي بركة ماء معروفة لدى العديد من حيوانات السهول. يرافقها فرد جديد من العائلة على الدغفل السير ضعف سرعته ليواكب القطيع، إلا أن عائلته لن تتركه خلفها. يصل القطيع بأمان إلى بركة المياه. تعتبر مشارة مصدرا هاما للمياه العذبة بالنسبة للفيلة، ويرجع الفضل للمزارعين الذين حفروا سابقا ينبوعا صغيرا هنا وهو لا ينضب أبدا. الفيلة هي أكبر حيوانات الأرض البرية، فقد يصل وزن فيل واحد لثلاثة أطنان ونصف الطن، ويحتاج من الماء لما يعادل ملء حوض استحمام كامل ليروي عطشه. قد يسحب البالغ ما يصل لعشرة لترات بخرطومه، إلا أن الصغير لا يزال بحاجة للتدريب. سيتعلم هذا الدغفل جميع الأمور التي بإمكانه فعلها بخرطومه من والدته وأفراد آخرين من القطيع. الصغير محمي من قبل العائلة بأسرها، على الرغم من أنه بهذا السن لن يبتعد عن والدته. ستحميه بضراوة من الخطر لأربعة أعوام. سيحظى بأفضل بداية ممكنة لما قد تكون حياة طويلة مع القطيع. للدغفل ميزة إضافية. يعتقد العلماء أن القطيع يكرس قدرا كبيرا من الطاقة لذكوره الصغار، ربما لأنه بإمكان الذكور القوية أن تدعم نسلها أكثر من الفيلة الإناث القوية. تعتبر الحياة مريحة لهذا الدغفل بحراسته من قبل والدته والإناث الأخريات، لكن حتى ضمن حماية القطيع يمكن للحوادث أن تقع. فقد سقط الدغفل في حوض المياه. يستجيب القطيع مباشرة، فقد يغرق. ترشده الإناث بسرعة إلى البقعة الأكثر ضحالة، حيث تأتي العديد من الخراطيم لمساعدته. توصل دفعة أخيرة الصغيرة ثانية للأمان. تخلص عمالقة إفريقيا لبعضها وتحمي بعضها البعض وتعتني ببعضها على مدار اليوم، وبقيادة الأم الحاكمة يغادر القطيع مشارة ليواصل الرحلة عبر متنزه يتوش الوطني. يشكل القحط عدوا كبيرا، إلا أن المستقبل قد يحمل تحديا آخر لبقائها. على بعد آلاف الكيلومترات شمال ناميبيا يتنقل قطيع آخر في واحد من أكبر المستنقعات على الأرض. هذا هو السد. القليل من البشر حظوا برؤية هذه الفيلة، ربما يكون ذلك خلاصها، إذ تواجه الفيلة الإفريقية تهديدات متزايدة. تفقد سنويا حوالي 10% من الفيلة بسبب الصيد الجائر وتدمير الموائل. مختبئة في مستنقعات نبات البردي في جنوبي السودان، تجد عدة مئات من الفيلة ملاذا،
إن تمكنت من تجنب الصيادين فقد تبقى على قيد الحياة، غير أن الإجراء الاحتيازي الوحيد لفيلة إفريقيا يتمثل بإلغاء تجارة العاج غير الشرعية. يكمن مستقبل تلك العمالقة الرمادية بالكامل في يد البشر. تحمي مستنقعات البردية التابعة للسد عملاقا نادرا آخر. أبو مركوب طائر خجول يصطاد الآن فطوره. تعد السمكة الرئوية أحد أطباقه المفضلة. لمنقاره الهائل حذائي الشكل حواف حادة كالشفرة، إنها الحالة المثلى لقطع رأس سمكة كبيرة وحتى التماسيح الصغيرة. لكن ربما ثمة 4000 فقط من طائر أبي مركوب متبقية في العالم، وتعيش بشكل حصري في الأراضي الإفريقية الرطبة. عندما يحلق هذا الطائر فهناك سبب وجيه، إذ يفضل البقاء مختبئا بين القصب. هناك حيث يخفي عشه أيضا، إلا أن هذا الذكر لن يقترب من صغيره حتى يتأكد من عدم مراقبة أي مفترس. يرعى كل من الأب والأم صغيريهما، وبما أن الوقت متأخر من الصباح حاليا فإن درجات الحرارة ترتفع بسرعة. يجب أن يبقى الطائر الصغير في ظل القصبات إن أراد البقاء على قيد الحياة. سيستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن يتمكن الفرخ الصغير من التحليق. حتى الآن إنه في أمان. حان الوقت لغداء مبكر. تقع إلى شرق مستنقعات جنوب السودان أكثر مناطق إفريقيا خصوبة، المرتفعات الإثيوبية. إنها تغطي منطقة بحجم جبال الألب الأوروبية. تعد السهول العشبية العالية موطنا لحيوان كان حتى بضعة أعوام مضت مجهولا بالنسبة للعلم، الذئب الإفريقي. هذا الحيوان اليقظ ذي الأربعة قوائم. على مدى عقود كان من الصعب الاعتراف بالذئب الإفريقي من قبل الباحثين، ولنكون عادلين مع العلماء فإنه يبدو شبيها جدا بابن آوى الذهبي، إلا أن البحث الجيني كشف أن هذا ذئب حقيقي يعيش مباشرة وسط إفريقيا. وبالصدفة هذا الذئب بالتحديد جائع. ولا شيء يضاهي القارض للغداء. على الرغم من أنه منتصف النهار الآن، بإمكان الذئب أن يبقى نشطا. المناخ معتدل هنا في أعلى السهل، بل إن هناك نسيما منعشا ينتج عنه حفيف الأعشاب. لكن ليس هنا. منتصف النهار ليس مكانا لضعاف القلوب في صحراء ناميبيا. يمكن فقط للكائنات الأكثر قدرة على التكيف تحمل درجات حرارة فوق 50 درجة مئوية. حتى أعظم صيادة إفريقيا تسعى للظل بدلا من الفريسة. تعد صحراء ناميب من أكثر الأماكن التي لا تصلح للمعيشة على الأرض، معادية للحياة، ومع ذلك إنها موطن لبعض الكائنات الذكية جدا. تعيش سعادين تشاكما وسط هذه الصحراء. إنها خبيرة في فنون البقاء. عندما يتعلق الأمر بإيجاد الطعام فإنها لا تدخر وسعا.
نسلها سريع التعلم. عندما تكون الإمدادات الغذائية محدودة تصبح هذه الحيوانات واسعة الحيلة، كما أنها مقتصدة، فإن اضطرت بإمكانها العيش في نميب على البذور الجافة والأعشاب لأسابيع في كل مرة. ستأكل تقريبا أي شيء، إلا أنها تحاول تجنب حرارة منتصف النهار الحارقة. هنالك طلب كبير على أماكن الظل. كالبشر تتعرق الثعابين لتبقي جسمها باردا، مما يعني أنها في مرحلة ما يجب أن تشرب. الثعابين حاذقة، فهي تعلم أنها إن انتظرت بما يكفي ستحل مشاكلها بشرب المياه بأقل جهد ممكن بالنسبة لها. يبدو أن الأمور على وشك البدء. فيل الصحراء هو كل ما كانت تأمله. تقوم الثعابين بخطوتها. حجزت أفضل المواقع بسرعة. تحتشد الجماعة كاملة بالقرب من الفيل الذكر. إنه خبير في الصحراء، ويمكنه شم مكان المياه المدفونة أسفل السطح الجاف. بتأني كبير بدأ بالحفر. على الثعابين أن تكون صبورة، فالأمر جدير بالانتظار. حفر الفيل منبعا صغيرا للماء. يبدو أن الثعابين تعلم أنه لا حاجة للتدافع. حالما يروي الفيل ظمأه سيحين دورها. العلاقة بين الفيلة والثعابين هي دليل على أن وجود منطقة جرداء وقاحلة كهذه يمكنها أن تصبح مكانا مناسبا لاستمرار الحياة وازدهارها. هنا في صحراء ناميب تتراجع وتيرة الحياة خلال منتصف اليوم، ولن تنشط لبضع ساعات أخرى. بينما في كينيا فالحيوانات الأخرى تبحث عن الطعام للمرة الثانية. يخفي نبات الصنط أوراقه المليئة بالعصارة بين الأشواك بطريقة فريدة، يساعد هذا بالأساس على حمايته من قطف قاطني سافانا الجائعين لها. ومع ذلك تنغمس هذه الزرافة بحرص شديد. على أي حال، بالنسبة لطائر الزرزور الفاتن تشكل أوراق الصنط الشائكة حصنا مثاليا. تحمي الأشواك أعشاشه من معظم المفترسات. يحتاج الزرزور أن يكون حذرا قليلا عند إطعامه فراخه. يعتبر الزرزور أحد أنواع الطيور النادرة التي تعيش في أسر ممتدة. إلى جانب الآباء يساهم الأقارب بإطعام الفراخ والاعتناء بها. بينما يصلح البعض العش سيلتقط ويجمع الآخرون الحشرات والفاكهة. لا تساهم المشاركة بعبء العمل بجعل الحياة سهلة فقط، بل تعني أيضا أن بإمكان طيور الزرزور زيادة نسلها. فقدت الزرافة شهيتها للصمت،
والتي أفسدتها جميع أنواع الحشرات المزعجة، الذباب، البعوض والقراد، تنشط جميعها في وقت مبكر من بعد الظهر، ويبدو موقعها المفضل تماما حيث لا يمكن للسان الزرافة الوصول إليها. وبالطبع هناك دائما مضرب الذباب الذاتي، وعندما لا يمكن للذيل الوصول للحكة المزعجة فإنها تعود للصنت لتهرش بقوة أكبر. على الزرافة التي تريد حك أذنيها أن تكون خلاقة وحذرة جدا. إلا أن للزرافة سلاحا سريا ضد الحشرات المزعجة، إنه طائر الأوكس بيكر أحمر المنقار، ونادرا ما يأتي هذا الطائر دون رفقة. استراحة سريعة للتمتع بالمنظر، ثم يبدأ العمل في المهمة المتوفرة. يعمل فريق التنظيف بفعالية لتنظيف العملاقة من الطفيليات، إلا أن هناك مساوئ. يبدو أن التنظيف المستمر يمنع جراح الزرافة من التعافي. هل هو شريك؟ أم أنه مجرد طفيلي آخر؟ مهما كان القرار، فلن يتم نفضها بسهولة. مع تأجج الغضب، قد تكون التهدئة الحل المطلوب. تجلب فترة ما بعد الظهيرة الحشرات المزعجة، طائر أوكس بيكر اللجوج، وربما اليوم بعض الارتياح. تتشكل الرطوبة، وتهمس عشبة الفيل بقدوم عاصفة على الطريق. وقت عصيب للزرافة الصامدة بشموخ هنا في السهول المفتوحة. إنها تواجه خطر ضربها بالبرق. هذا المنظر ينبئ بعاصفة قادمة. حان وقت الهروب للبحث عن ملاذ. تخيم العواصف الرعدية بقوة هائلة فوق السهول الشاسعة في إفريقيا. في مروج بوتسوانا تراقب عشيرة سرقاط الوضع. تحتاج للتراجع متجهة إلى جحرها لسلامتها. لكن انهمار المطر لا يستمر طويلا. سرعان ما ستنجلي سماء ما بعد الظهيرة. لقد برد المطر الأرض قليلا. على حيوانات السرقاط البالغة الآن استئناف عملها، فلديها صغار جياع لتطعمهم. حان وقت العودة إلى العمل. بلغت الجراء الصغيرة عمرا مناسبا لاصطحابها، لكن عليها الحذر، فمن السهل فقدان صغار السرقاط لطريقها في العشب الطويل. قد يكون هذا بالفعل في مأزق، تائها في العشب. لا يوجد قريب في مرأى النظر، لكن العائلة تعلم بفقدان أحد صغارها، وسرعان ما عثروا على المفقود.
حشرة كبيرة وبدينة قد تبهجه من جديد. لعله اصطاد أكثر من حاجته لبعد ظهر اليوم. نعود إلى شرق إفريقيا. هذه بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في القارة. وأسفل سطح المياه تزدهر عوالم سرية صغيرة. حيث تطورت الأسماك من مختلف الأشكال والألوان العديدة. ومن المدهش أن جميعها من أسماك البلطي، حيث تطور هنا أكثر من 500 نوع مختلف بوقت قصير نسبياً مقارنة بعددها عند البداية. في هذه البحيرة لكل بيئة نوع خاص من سمك البلطي. ينتمي السمك ذو الخطوط لنوع هابلوكروميس باروبيوس. يكون لون الذكر برتقالياً ساطعاً، بينما الأنثى ذات لون أخضر شاحب باهت. لحماية نسلها من المفترسات، تحضن الأنثى بيوضها في فمها. ويمكن للأسماك الصغيرة البقاء هناك 8 أيام قبل أن تضطر للمغامرة بالخروج بمفردها. إلا أن هذا النوع مهدد بالانقراض كالعديد من أنواع أسماك البلطي في بحيرة فيكتوريا. لقد افترست من قبل هذه السمكة، البياض النيلي. في الخمسينيات أطلقت سمكة البياض النيلي هنا لدعم صناعة الصيد، وهو خطأ ترتب عليه عواقب مدمرة، حيث لا يوجد لهذه السمكة أعداء طبيعيون في بحيرة فيكتوريا. خلال بضعة عقود التهم هذا العدو الشره أسماك البحيرة في طريقه، مهلكاً 90% من عدد أسماك البلطي. ومن المفجع أن هذا حدث قبل تمكن الباحثين من اكتشاف التنوع الحيوي لبحيرة فيكتوريا. لكن ربما لأسماك البلطي فرصة واحدة أخيرة، لأن عدد أسماك البياض النيلي في انخفاض أيضاً، فهي تعتبر الصيد المفضل للصيادين المحليين. بالنسبة لمعظم من يعيشون على شواطئ بحيرة فيكتوريا، تعد هذه السمكة الدخيلة مورد رزقهم الوحيد. يحدد الصيد وتيرة حياتهم كل يوم. لقد تجاوزت الشمس حاليا ذروتها. يتجه الصيادان ثانية إلى الشاطئ، لكن غير بعيد عن رأس الرجاء الصالح لم ينتهي اليوم بعد. بالنسبة للحيوانات البرية لجنوب أفريقيا، يعبر خط من الألوان الأهوار. هذه ذكور طيور الأسقف الأحمر الجنوبي، ريشها متوهج هكذا خلال موسم التزاوج فقط. لدى هذه الطيور العاشقة طرق أخرى أكثر من مجرد غناء ألحان الحب. لإبهار الشريك المحتمل، يبدأ هذا الطائر ببناء عش قبل يوم التزاوج. يختار أجود المواد فقط، شفرات العشب الطويلة والرفيعة واللينة. مخفياً بين القصب ينسج الذكر هيكلاً أولياً قوياً، ويعود أمر تبطين وتزيين العش للأنثى. الباني مثابر بشكل رائع، إنه يبني العديد من الأعشاش في مواقع مختلفة. بمجرد اكتمال عش وإشغاله يبني التالي. سينسج ما يصل إلى 18 عشاً في موسم تزاوج واحد، وبقليل من الحظ سيكون كل عش مشغلا. تتفقد الأنثى المهتمة موقع البناء. إنها غير مقتنعة بأن هذا العش لها،
وللإنصاف فإنه لم ينتهي من عمله بعد. الآن كل شيء جاهز، حان وقت إعلان الأعشاش الجديدة في الجوار. عش جميل في موقع هادئ ومنعزل، مكان رائع لتكوين عائلة. إنها فترة ما بعد ظهر هائجة وصاخبة في ساحل جنوب إفريقيا، حيث يتلاقى محيطان عظيمان. يلتقي المحيط الهندي والأطلسي هنا تماماً. نحو الداخل من كيب الغريبة ينتظر صياد غريب وجبة بعد الظهر الخفيفة. تعد الروروديولا نبتة نادرة جداً، كنبات ندية تماماً، فأوراقها مغطاة بقطرات صغيرة شبيهة بالصمغ. إلا أن قطرات الروريديولا أكثر دبقاً من قطرات الندية وأكثر فعالية في التقاط الفريسة. ضحية ممتلئة ووافرة العصارة، إلا أن الروروديولا لا تتمكن من أكلها. على عكس الندية فهي ليست نبتة آكلة للحوم، فلماذا توقع الذبابة في شركها؟ الإجابة في طريقها. بهيئة حشرة قاتلة صغيرة، تمضي هذه الحشرة حياتها كاملة على الروروديولا. تسير الحشرة القاتلة دون عوائق عبر مصائد القطرات المميتة، محصنة ضد مصيدة الروروديولا، لأن جسدها على ما يبدو مغطى بطبقة تمنع الالتصاق، وذلك أفضل لإيجاد الحشرات غير المحظوظة ومهاجمتها. الذبابة ملتصقة في مكانها، لكن حركاتها المتقلبة تشكل خطراً. ينتظر صيادوها حتى ترهق نفسها قبل المضي بقتلها. تنضم الحشرات القاتلة الأصغر للهجوم، وبخراطيمها الحادة الشبيهة بالإبر تخترق بسهولة درع الذبابة. معاً قامت بامتصاصها حتى آخر رمق. بفض نبتة الروريديولا تغذت عائلة الحشرة كاملة، لكن ما الذي ستجنيه النبتة من ذلك؟ بعد الوجبة تترك الحشرات فضلاتها على الأوراق، مما يشكل سماداً فورياً للنبتة. تحتاج الحشرة أن تبقى النبتة على قيد الحياة، والعكس صحيح. اجتماعهما يعني حياتهما، وفراقهما يعني موتهما. نعود إلى المناظر الطبيعية الشاسعة لإفريقيا، حيث يضيء الوهج الذهبي لوقت متأخر من بعد الظهر ضباب شلالات مورشيسون في أوغندا، ويتردد صدى صرخات الصيد لعقاب السمك الإفريقي المؤثر على امتداد ضفتي النهر، يسميه البعض صوت إفريقيا. يقوم هذا العقاب بحركات جوية بهلوانية، إنه رمز الحرية. يعيش بالقرب من العديد من بحيرات وأنهار القارات. يعد عقاب السمك الإفريقي صياد سمك بارعاً، إنه يحدد فريسته من موقع مراقبة مرتفع، ومن ثم يشن هجومه. لا يمكن تصور إفريقيا دون عقاب السمك الإفريقي. متنزه كروغر الوطني جنوب إفريقيا. كانت هذه المنطقة محمية وملجأ للعديد من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض على مدى 120 عاماً.
في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهيرة، تتجمع القطعان وتتجه نحو بركة المياه التالية. بدأ الجو بالبرودة، فرصة لأخذ قسط من الراحة، حتى إن المفترسات القوية لا تزال في استراحة، غير أن هذه الصيادة الصغيرة تخرق القوانين، محولة وقت القيلولة إلى وقت للعب. بفضل هذه الأشبال الصغيرة بالكاد تحظى الفهدة الأم بلحظة من الهدوء. لا يبدو مطلقاً أنها مرهقة من الاستكشاف، لن يكون هناك نوم لما بعد ظهر اليوم. البقاء على مرأى من والدتها هو آخر اهتمامات القطط الصغيرة. انتهى وقت الاستراحة الآن، إن صحت تسميته بذلك. تروي قطعان الجواميس ظمائها قبل مغيب الشمس، تعلم أنها معرضة للهجوم إن بقيت في بركة المياه، لكن الجواميس القوية قادرة على حماية القطيع من الاعتداءات الخارجية، حيث تعتبر قرون الجاموس سلاحا قاتلا. تبقي الجواميس الضعيفة والمصابة الصغار محمية وسط القطيع، مما يصعب على الحيوانات المفترسة مهاجمتها. تترقب الأسود اللحظة المناسبة، إنها تبحث عن نقاط ضعف في تشكيل القطيع. رفقة من ثلاثة، ذكور قوية صغيرة بمفردها ومفترسة بضراوة، ستشرع بكمين هجومي وتقطع مسار هروب الجواميس. الفوضى تمسك الأسود بعجل، هجوم قصير وفعال. نصر للأسود، لعلها واثقة بنفسها إلى حد ما. بينما تلتهم ضحيتها الصغيرة، تجاهلت القطيع. خطأ فادح. والدة العجل الميت غير مستعدة لتقبل الخسارة، ولديها القطيع كاملا خلفها. لحظة تأن من كلا الجانبين، هل ربحت الأسود اليوم؟ هذه المرة لن تدع جيش الجواميس يغيب عن أنظارها لثانية. يدفع ذكر شاب شجاع القطيع للخلف، لن ترتدع. تحفز اللوعة الجاموسة الأم، فقد فقدت عجلها للأبد. قتلت الجواميس في المعركة بشجاعة،
ستبقى متيقظة، فالعدو قريب دائما. وإفريقيا لا تنام مطلقا. بالعودة إلى شواطئ بحيرة فيكتوريا، توفر شمس المغيب ضوءا كافيا للصيادين لتحضير شباكهم وملء المصابيح بالزيت. لا يبدأ نوع صيدهم حتى الغسق. ففي المساء قد تكون طريقتهم الخاصة لصيد السمك فعالة. ترسل مصابيح مثبتة على طوافات صغيرة في مياه البحيرة الضحلة. سيحل الظلام قريبا. ثم سينجذب سمك موكيني أو سمك السردين في بحيرة فيكتوريا لضوء المصباح المشع على السطح، حيث ينتظر الصيادون مع الشباك الجاهزة لاصطيادها. إنها مهمة صعبة وخطيرة، إلا أنه مشهد ساحر على بحيرة فيكتوريا. على بعد آلاف الكيلومترات إلى الجنوب الغربي في بركة موشارا، غابت الشمس للتو. ترتوي مجموعة صغيرة من الفيلة الذكور لتواجه ما تبقى من وهج اليوم. في ظلام إفريقيا تدخل كائنات أخرى إلى الساحة. تصطاد الخفافيش الحشرات بجانب المياه، مستخدمة تحديد الموقع بصدى الصوت الذي ترسله بسهولة حول الفيلة. ولا تزال الأسود يقظة، متجولة حول حوض بركة المياه، وكأن الوقت لا يزال نهاراً. لا يستطيع الفيل الكبير رؤية الأسود، إنه يشعر بوجودها فقط. لكن بإمكان الأسود رؤية الفيلة، إذ تحظى بالرؤية الليلية بفضل الطبقة عالية الانعكاس من النسيج خلف شبكية العين التي تضخم الضوء الخافت. قد ينوم هذا الذكر الصغير مغناطيسيا بالذيل المتأرجح. ليس هذا مكانا للسحر. الليل في إفريقيا عالم خاص بقواعده وأخطاره ولعبه. يشع القمر فوق صحراء ناميب. هذه ليست ليلة عادية زاخرة بالنجوم. كل شيء فيها مميز كاليوم الذي سيتبع، لأن كل يوم وكل ليلة تحدث فرقا في إفريقيا الجامحة.